خلونا نروح لتقرير عن الدورة الـ30 لمهرجان قلعة صلاح الدين الأيوبي الموسيقي والغنائي. وبالمناسبة احنا كنا لسه بنتكلم في كده مع الموسيقار عمر خيرت، عنده الحفلة بتاعة المهرجان في القلعة اللي هي الحفلة المفتوحة لكل الناس. على رأيه دي حاجة كده من غير فلوس، كل الناس تقدر تدخل، كل الناس تقدر تستمتع بالموسيقى. وعايز أفرجك على الناس لما بتدخل الحاجة مجانا مليانة، ده مثلا في حالة زي حالة عمر خيرت مع حفظ الألقاب بالتأكيد، ولما بتبقى بفلوس برضو الحفلة مليانة، ده يديلك إيه الإشارة؟ الناس عايزة تسمع مزيكا حلوة، الناس عايزة تسمع غنى حلو، مفيش حاجة اسمها الجمهور عايز كده، الجمهور هيقول أهلا وسهلا للي انت هتديهوله، عامل بالظبط زي واحد جعان وعطشان في الصحراء، حط له أي حاجة في طبق هياكلها، أي حاجة في كوباية هيشربها. ده طبيعي. نوازعه الإنسانية هتعمل كده. طبيعي، بني آدم. ماشي؟ طيب لما انه المساله كده، طب ما تدي له حاجات حلوه، بلاش بقى الكلام بتاع الجمهور عايز لا الجمهور مش عايز كده ولا حاجه. الجمهور مش عايز كلام فارغ، ومش عايز عك، ومش عايز هبد، ومش عاوز عنف، ومش عاوز كل الكلام ده، ومش عاوز تلقيح كلام على بعضه ولا الهوى. الجمهور عاوز يسمع مزيكا حلوه ويسمع غنى حلو وهكذا. المهرجان باذن الله هيبقى في الفتره من 17 ل 31، احنا النهارده 20، بقى له 3 ايام اهو لحد يوم 31. طبعا احنا عارفين انه ده تعاون مستمر وبناء ما بين وزارة السياحة والاثار من جهة، وما بين وزارة الثقافة من جهة اخرى. بيبقى في فعاليات مختلفة، وخصوصا في المواقع السياحية والاثرية الحلوة والمهمة. ده بيساهم في ايه؟ ده بيساهم في ابراز وجهك الثقافي والحضاري. ده مهرجان من المهرجانات اللي بتخليك كده تقف. عارف انت سعاد حسني وحسين فهمي في خلي بالك من زوزو، اللي هو ايه، في مشهد كده بتاع وهي بتتغزل في حسين فهمي في الاغنيه بتاعتها، ف وهو واقف كده يعني واقف وفارد جسمه ونافخ صدره كده وبتاع بوسامته المعروفه جدا. حلو اهو، ده بقى بيخليك انت كمصر تبقى واقف كده ونافخ صدرك ورافع راسك وشادد رقبتك وجسمك مشدود 100 100. انا مصر، انا الفن، مش انا مناره الفن، لا، انت الفن وانت الثقافة وانت الحضارة. هنا بتشديد الالف واللام، انت الفن، مش انت منارة للفن، انت الفن عشان انت اللي بدعته واخترعته على سطح هذه البسيطة، انت الثقافة عشان انت اللي اخترعتها وبدعتها على سطح هذه البسيطة، انت الحضارة عشان انت اللي عملت الحضارة بالاساس على هذه البسيطة. بس كده، خليك عارف انت مين وحجمك ايه. شوفوا التقرير. بصراحة هي اول مرة اجي المهرجان، بس انا انبهرت جدا، يعني اجواء جميلة جدا والناس كتير قوي، ما كنتش متخيله ان الناس دي كلها تبقى موجوده، والتنظيم تحفه بصراحه، مش مخلين اي حد يقف ولا اي حد يقعد في مكان غير الكرسي يعني وكده، والناس بتتعامل معانا بكل احترام. كل سنه باجي المهرجان، اقسم بالله بجد كل سنه باجي المهرجان، هو بس التنظيم كويس جدا، وبنشكر دار الاوبرا المصريه وبنشكر وزاره السياحه على التنظيم الجميل ده وعلى سعر التذكره الرائع اللي هو يعني ما فيش منه، وبنشكر جهات الامن، يعني كل حد مسؤول في الدوله على التنظيم ده وان هو بيفرح الناس احنا بنشكره. انا طبعا اول مره احضر وانا مبسوط بحاجه زي كده، ان سواء وزاره السياحه وزاره الثقافه والدوله كلها بتسبورت حاجه زي كده. الاجواء جميله طبعا، وكل الطبقات موجوده بكل الكاتيجوري اللي موجوده عندنا، فدي حاجه جميله طبعا نفرح بيها في بلدنا. يعني انا اول مره اجي، يعني من اول ما دخلت مبسوط قوي يعني، وهو عاجبني اللي هو بيجمع كل الثقافات، يعني صوفي بعد كده وسط البلد، كمان هو رخيص قوي، فاي حد يعرف يجي. اللي هو انا ممكن يكون مش في دماغي البنزي، بس هو بيزود ثقافه الاغاني في الحته دي. هو في حاجه مش معروفه، طب ما اجي اجرب، ايه ده جامد، انا جاي عشان وسط البلد، طب اسلوبي جامد، طب ما اسمعه، فبينوع الدنيا ويخلي كل الناس عارفه اغاني كتير قوي. ها
احنا شاركنا في المهرجان مرات كتير قبل كده، وزي ما قلت يعني دايما او بنقول دايما انه مهرجان القلعه حدث موسيقي مهم في مصر كلها، مش بس لينا احنا كفنانين، وبيحضر فيه اطياف مختلفه جدا من الشعب واذواق موسيقيه مختلفه. اي فنان جاي يقدم او اي منشد او اي حد بيعرض يعني او بيقدم فن بيحاول قدر الامكان انه يكون بيرضي كافه الاذواق اللي موجوده ديت بقوالب موسيقيه مختلفه وجميله. احنا بنغني من التراث المصري، يعني أناشيدنا ومديحنا كلها أصلية مصرية من خارجة من الساحات والمساجد والحضارات الصوفية، فيعتبر يعني جزء كبير قوي من التراث الصوفي في مصر هو اللي بتقدمه فرقة الحضرة. مبدئيا التنظيم حاجة ممتازة، يعني الأوتوبيسات استقبلتنا من واحنا داخلين، والتنظيم كويس قوي ما شاء الله، وإن شاء الله تبقى يوم كويس. أول حاجة التجربة نفسها تجربة حلوة، والتكت نفسها كمان سعرها حلو قوي على التنظيم والمكان الحفلة، لا حلو جدا، يعني إحنا جايين من السويس جايين عشان نحضر الحفلة مخصوص.